في حركة مميزة كتير بالآي مسج، والآي مسج هو عبارة عن تطبيق موجود بكل آيفون وبيعوضك عن الواتساب والتليجرام. مجرد ما تشوف انت نيو آي مسج على رقم، يعني انت عم تبعت للشخص عبر الانترنت مش عبر التليفون. الميزة الحلوة فيه انه انت لما بتبعت فيديو كول لأي شخص بهيدا الطريقة، بتفوت انت على الكاميرا اللي على اليسار هون، بتفوت على النجمة اللي على اليسار، بتفوت على اول خيار اللي هو على اليسار، بتحط الميموجي انت اللي انت حاطه. انا حاطط هيدا الميموجي، ملاحظين كيف دغري بيطلع قدامي؟ انا حابب ابعت له فيديو، بيكبس اكس، فيه يغير الشكل، فيه يخليه اوريجينال، بيكبس على الثلاث دوائر، وفيه اعمله الكوميك بهالطريقه، بيطلع كتير حلو. هلا رح سجل انا. هاي اخواتي كيفكن، شكرا كتير لدعمكن. بيكبس وبرسل لي اياه بالسهم. ملاحظين كيف يوصل؟ بيوصل بطريقه كتير مميزه. خلينا نسمعه. هاي اخواتي كيفكن، شكرا كتير لدعمكن. ميزه كتير حلوه بالاي مسج، جد جربوها واعطوني رايكم. وما تنسوا اي شخص عنده مشكله بالايفون يكتب لي بالكومنت، وان شاء الله باسرع وقت برد عليه وبحاول ساعده ليحلها.